من أصول المذهب أو الفكرة الجمهور الخطيرة الدعوة إلى المذهب الإنساني، وهو كما تقدم دعوة إلحادية تهدف إلى سلخ الناس عن دين الله سبحانه وتعالى بدعوة أننا بشر ولا فرق بيننا حتى في الدين. نعم، لا فرق بين الأبيض والأسود وبين يعني الأحمر والأزرق، ولا بين العربي ولا العجمي ولا غير ذلك ولا غير ذلك من الصفات، ما دام أن الناس على دين واحد، دين الله سبحانه وتعالى. ما جعل الذي له شعر أسود هو الذي سيدخل الجنة، والذي له شعر غير أسود ما حيدخل الجنة، أو العكس أبدا. إنما التقوى، إنما الفيصل والميزان عند الله سبحانه وتعالى هو اتباع هذه الشريعة. لذلك الله سبحانه وتعالى رفع بلالا الحبشي لتوحيده ولاتباعه محمد صلى الله عليه وسلم، وأهان وجعل أبا لهب من أخس الكفرة لأنه لم يتبع هذا النبي الأمي، مع أن أبا لهب من أشراف العرب. فهذه مسألة مهمة، وهي أنهم يدعون إلى إلغاء الفوارق حتى في الدين، وسيأتي التنبيه أو قراءة كلام هذا الرجل الذي يدعو إلى هذا المذهب الإنساني. وللأسف الشديد هذا المذهب الإنساني الآن تقوم عليه الآن دعوات كثيرة خبيثة، الآن في قنوات يخرج فيها أناس، بل هناك برنامج أعد له أعده وينشر بين المسلمين بعنوان الإنسان أو بهذا العنوان، وقد صرفت عليه مبالغ ضخمة جدا. يخرج الإنسان يسافر من بلد إلى بلد من بلد إلى بلد، ويأتي ويعرف الناس بالكفرة وبأخلاقهم وبعاداتهم، ويقول لك نحن أخي الناس، كلنا بشر، ما في تفرقة، كلنا بشر. تصرف آلاف بل مئات الألوف من الدولارات إن لم تكن الملايين للدعوة إلى هذا المذهب الخبيث. كذلك تم اعتماد رسائل كرسالة عمان وغيرها من رسالة تدعو إلى المذهب الإنساني، من قرأها وفهمها علم أن هذه الرسالة كما سيأتي أيضا من كلام محمود محمد طه تدعو إلى المذهب الإنساني، وأنه لا فرق بين الناس حتى في الدين، وأنه يجب على الدول أن تلتزم بقوانين الأمم المتحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فهذا المذهب مذهب خبيث، وينشر الآن له بكل شراسة، ويدعى إليه الآن بكل شراسة، والمذهب والفكر الجمهوري قائم على هذا الأمر. طيب، أقرأ عليكم النقول أو الشواهد من كلام هذا الرجل من كتابه تطوير شريعة الأحوال الشخصية. يقول هذا الرجل: إن التحدي الكبير، انتبهوا لهذا الكلام لأن هذا كلام مهم، إن التحدي الكبير الذي تواجه به حضارة التكنولوجيا العظيمة الدين يتلخص جميعه في كلمة السلام. وهذا الآن يدعو إليه كثير من أعداء الله سبحانه وتعالى، لذلك تسمع دعوات بعض الذين كانوا يدعون إلى العلمانية وإلى الديمقراطية، حرية وسلام وعدالة، فهذه دعوة خبيثة. قال في كلمة السلام: فإن الأرض بهذه الحضارة قد توحدت، الأرض بحضارة السلام قد توحدت كما أسلفنا القول، وهذا الوطن الموحد يطلب إلى سكانه أن يتوحدوا. يتوحدوا على أي أساس؟ على أساس العقيدة؟ لا. على أساس التوحيد؟ لا. على أساس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فهذا هو الأساس الذي لا بد أن تقوم عليه، يقوم عليه التوحيد أو اجتماع الناس. لكن يقول هذا الرجل: كما أسلفنا القول، وهذا الوطن الموحد يطلب إلى سكانه أن يتوحدوا بصرف النظر عن مللهم. لازم نجتمع، وهذا هو المذهب الإنساني، جمع الناس كلهم ولا فرق بينهم حتى في الدين. قال: بصرف النظر عن مللهم وعن ألسنتهم وعن ألوان بشرتهم. ما عندنا هذه التفرقة باللون أو باللغة أو بالقبيلة أو بالجنس، هذه من عادات الجاهلية. لكن هذا الرجل يدعو إلى جمع الناس وأن يتوحدوا كلهم على اختلاف مللهم، وهذه أيضا الدعوة إلى الأخوة الإنسانية والدعوة إلى وحدة الأديان. قال: بصرف النظر عن مللهم وعن ألسنتهم وعن ألوان بشرتهم، ولا يتم هذا التوحيد إلا بتنمية وتحرير. حتى يتوحد الناس لا بد من تنمية ولا بد من تحرير. قال: ولا بد
ولا يتم هذا التوحيد إلا بتنمية وبتحرير وبتحرير المواهب المشتركة بين جميع البشر. وما المواهب المشتركة بينهم جميعا إلا موهبة القلب والعقل، وإنما من أجل تنمية هاتين الموهبتين ومن أجل تحريرهما جاءت جميع الأديان، وللأديان وبخاصة الإسلام. قال ومرحلتان له، مرحلة العقيدة ومرحلة العلم. فأما مرحلة العقيدة فإنها تفرق الناس ولا تجمعهم، والقاعدة فيها كل حزب بما لديهم فرحون، ولا يجتمع الناس إلا على مرحلة العلم. فعلى العقيدة من ديننا قامت أمة المؤمنين، وعلى العلم من ديننا تجيء أمة المسلمين. طبعا هذا التقسيم تقسيم من عنده، وهو يقسم الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب فهمه هو إلى أمة المؤمنين، وهي الأمة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أمة المسلمين، وهي التي تتبع من؟ محمود محمد طه. وقال أن الأمة الأولى كانت قائمة على أمر العقيدة، ولكن قال أن أمر العقيدة يفرق الناس، أمر العقيدة ماله يفرق الناس، لكن الذي يدعو إليه مرحلة العلم، وهي المرحلة الذي يزعم فيها إلى الدعوة إلى المذهب الإنساني الذي يبين لنا أن هذا المذهب الإلحادي الإنساني قائم على ماذا؟ على إلغاء الفوارق بين الناس، وأن الناس يجتمع كلهم ولا فرق بينهم حتى في مللهم. وهذا لا شك أنه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن والسنة النبوية الصحيحة فرق بين المسلم والكافر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى أهل الكفر، وهؤلاء إما من المنافقين وإما من أهل الكفر الأصلي، أو قسموا إلى أهل الإسلام. فهذا التقسيم موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه. فإذا القرآن والسنة قسمت الناس إلى مسلمين وإلى كفرة. مذهب إنساني ما في حاجة اسمها كافر، ما تقول الإنسان كافر، لا، كل الناس بشر وكل الناس سواسية. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه آية أو هذه سورة الكافرون من السور المكية التي لا يؤمن بها هؤلاء أصحاب الفكر الإلحادي. لماذا؟ لأن هذه السورة قسمت الناس إلى أهل إسلام وإلى أهل كفر، بل أمرت النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للكفرة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وأيضا مما يبين أن هذا الدين فرق بين الكفرة وبين الإسلام قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذا يدل على أن هناك في كفرة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بجهاد الطلب، بأن يطلبوا الكفرة في بلدانهم، وهذه من الأحكام الشرعية التي يرفضها الجمهوريون. جهاد الطلب وهو أن يطلب الكافر في أرضه، ثم بعد ذلك يخير إما بأن يسلم أو إما أن يسلم وإما أن يعطي الجزية أو أن يقاتل، هذا لا يرضى به هؤلاء الجمهوريون، ويزعمون بأن هذه الآيات، طبعا هذه يسمونها آيات الفروع، آيات القرآن المدني التي فيها بيان حال المنافقين، والتي فيها الأمر بكثير من الشرائع، والتي فيها الأمر بجهاد الكفرة، هذه يسمونها آيات الفروع، ويزعمون أن آيات الفروع منسوخة. ليه؟ لأن آيات الفروع فيها التفرقة الواضحة كما القرآن المكي بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. ليس هذا فحسب، بل فيها الأمر بجهاد الكفرة ومقاتلتهم حتى يعطوا الجزية كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يرفضه هذا الرجل، ويرفض هذا الفكر الخبيث.
وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإذا عندنا أهل إسلام وعندنا أهل كفر، هم لا يريدون هذا الأمر. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية تقض مضاجع الجمهوريين، لذلك يقول هذه من الآيات المدنية، والآيات المدنية منسوخة. من الذي نسخها؟ نسخها المرتد محمود محمد طه. وهذه هنا مسألة مهمة أقرأها عليكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة النسخ، لأن هذه مسألة الآن هم الآن يدندنون بها كثيرا. محمود محمد طه، وقد تقدم الحديث مع الأخ أبي صفية وفقه الله في أن هذه الشريعة فيها النسخ، ولكن النسخ لا بد أن يكون من أوامر الله سبحانه وتعالى، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا له الحق أن ينسخ شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض، قال: كتاب الله نوعان، خبر وأمر. أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض، ولكن قد يفسر أحد الخبرين الآخر ويبين معناه. وأما الأمر فيدخله النسخ، لأن الأمر في العموم، أنا أتكلم عن الأمر في العموم، وإلا فإن القواعد الكلية والضروريات الكلية التي جاءت بها الشريعة هذه لا نسخ فيها، ولكن التفاصيل قد يكون فيها شيء من النسخ. أصول العبادة العامة هذه لا نسخ فيها، بمعنى أن الصلاة موجودة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وموجودة في شريعة موسى، وموجودة في شريعة عيسى، فلا نسخ فيها، مع أنها هي من أمور يعني هي من الأوامر، ولكن قد يحصل النسخ في ماذا أو التغيير في ماذا؟ في تفاصيلها. فالصلاة التي كانت عند موسى تختلف عن الصلاة التي كانت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو الصوم الذي كان عند موسى يختلف عن الصيام الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بمعنى أن الخبر هو الذي يدخله النسخ، هكذا ذكروا. الإنسان يراجع ما ذكره الشاطبي عليه رحمة الله في هذا الباب، لأنه أيضا كلام مهم. قال: وأما الأمر فيدخله النسخ، ولا ينسخ ما أنزل الله إلا بما أنزله الله، ولا ينسخ ما أنزل الله إلا بما أنزله الله. فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدا. شرع الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يزعم أن يقول أن هذه الآية نسخت حكم تلك الآية، لا بد أن يأتي بكلام الله سبحانه وتعالى. أما أن يدعي النسخ من هواه هذا من فعل الملحدين. قال: فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدا. وكذلك من دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحدا. فإذا هذه مسألة مهمة لا بد أن تعرف حتى لا يلبس هؤلاء الجمهوريون على أهل الإسلام. فالمهم أن هذه مسألة لا بد من تأكيدها، وهي أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قسمت الناس إلى مسلمين وإلى كفرة، وهذا يهدم المذهب الإنساني. كذلك من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار، أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. هذا هو الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به عن أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفاتهم، أشداء على الكفرة. وهذا الذي لا يريده الجمهوريون، يقول لك يأخذ من الآيات المدنية وآيات إذا آيات مدنية، آيات المدينة منسوخة، من الذي نسخها؟ نسخها المرتد محمود محمد طه. فلا بد أن تفهم هذه المسائل، وأن هؤلاء يدعون إلى كما تقدم إلى المذهب الإنساني، وهو إلغاء جميع الفوارق، ما في مسلم وما في كافر. طيب هذه الآيات أين نذهب بها؟ صلى الله سبحانه وتعالى والعافية.
قال رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا هو الولاء والبراء، ودين الله سبحانه وتعالى قائم على هذا الأصل العظيم من أصول الدين، الولاء والبراء، موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر الذين لا يدينون بدين الله سبحانه وتعالى. والشيخ ابن عتيق عليه رحمة الله ذكر في كتابه سبيل النجاة والفكاك أن الإنسان لن يجد أصلا، تكاثرت وتضافرت الأدلة في بيانه بعد الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك من هذا الأصل العظيم، ألا وهو أصل الولاء والبراء. فديننا يدعونا إلى أن نميز بين الناس، بين المسلم وبين الكافر. وأهل الإسلام على درجات أيضا، أهل الإسلام ليسوا كلهم على درجة واحدة، هناك أهل الإسلام وهناك أهل الإيمان وهناك أهل الإحسان، هناك العلماء وغير العلماء، هناك الحاكم المسلم وهناك المحكوم. فالمهم أهل الإسلام على درجات، وأهل الكفر أيضا على درجات، لأن أهل الكفر إما من المحاربين وإما من غير المحاربين. المحارب وغير المحارب نبغضهم ونحذر الناس من التشبه بهم وندعو الناس إلى مخالفتهم، لكن الكافر الحربي هذا يبغض أشد ويقاتل بالسيف، أما الكافر غير الحربي فهذا يحسن إليه بنية تحبيبه في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يصاحب ولا يهنى بأعياده ولا يقال أنه من أهل الإيمان وهو من كما يزعم بعض أهل الضلالة. فقال رحمه الله عند قوله جل وعلا رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا، إلى آخر تفسيره عليه رحمة الله. أيضا من الآيات العظيمة والتي تبين أن من الفوارق في دين الله سبحانه أو من الأمور التي من المهمة في دين الله سبحانه وتعالى التفريق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وليس هذا فحسب، بل التصريح بمعاداة أهل الكفر، ما بس تقول ده مسلم وكافر، لا، تعادي وتصرح بالعداوة لأهل الكفر. يقول سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه آية عظيمة فيها تأصيل لمسألة الولاء والبراء، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه كانت لنا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قيل أن الذين معه هم الأنبياء، فهذا يخبرنا بمنهج الأنبياء في التعامل مع الكفرة ولو كانوا من أقرب الناس إلينا. قال جل وعلا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبروا أولا من الفاعل قبل الفعل، إنا براء منكم من الفاعل قبل الفعل، وهذا مسألة مهمة. لماذا؟ لأن بعض الناس تجده يدندن أنت أو أنت خذ موقفا من الفعل، ولكن لا تأخذ موقف من الفاعل. أبغض التصوف لكن الصوفية ما تبغضهم، أبغض التشيع لكن الشيعة يا أخي ما تبغضهم، أبغض المنهج الإخواني أما الإخوان المسلمون ذاته ما تبغضهم، هذا منهج باطل. يبغض الإنسان أهل الباطل الذين يفعلون الباطل سواء كان من البدع وغيرها، ويبغض أيضا الفعل المنكر. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ابن عتيق عليه رحمة الله ذكر في كتابه سبيل النجاة والفكاك، وهو كتاب قيم أنا أنصح الإخوة بالرجوع إليه، ولا أنقل كلامه بالمعنى لا بالممنى، نبه على أن هناك نكتة مهمة وفائدة عظيمة، وهي أن الآية قدمت العداوة على البغضاء. لماذا؟ لأن الإنسان قد يبغض إنسان ولكن لا يعادي، يبغضه لسبب من الأسباب لكن لا يعادي، لكن حالنا مع الكفرة مع الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى والذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط البغضاء بل العداوة. فهذه مسألة مهمة وهذه نكتة مهمة نبه إليها عليه رحمة الله. لذلك قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فتصريح أيضا بالعداوة. قال الإمام ابن جرير عليه رحمة الله في تفسيره قوله تعالى، يقول تعالى ذكره للمؤمنين
به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة، يقول قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله، كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن زيد في قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال الذين معه الأنبياء. وقوله: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد. وقوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة: كفرنا بكم، أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه، ولا صلح بيننا ولا هداوة حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. هذا هو الدين، أن نقول الكفرة من اليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين والليبراليين والهندوس والمجوس وغيرهم من الكفرة: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مذهب الجمهور ما دار حاجة زي دي. ليه؟ دائما مذهب إنساني، ما في فرق بين الناس حتى في دينهم، والناس كلها واحدة، ولا بد من التعامل على أساس الاشتراكية والديمقراطية. فإذا هذه مسألة خبيثة لا بد من معرفتها وتحذير الناس منها.